خلاص هنا ما يلقى. وش؟ ايش قلت؟ ايش قلت؟ عد كلمتك هذه. اسمع يا احمق، هذا فراشي يا اخي. بس صباح الخير يا اخي. يا اخي ليش ما تروح تنام مع الواوي؟ والله ما شهرين ثلاثينات حالك. ترى ما تاخر عليك. رد اختي انت، وامك مصيتني عليك. وش؟ امك مصيتني عليك. امي؟ نعم. لا يا ذهب انت بيني وشو بيني روحي. انا ما رحت معك، صرت معك ترى عندي شغل، عندي خليته عشان اتابعك. والله فعلا انك احمق. انا احمق فعلا. استاهل. اخلي شغلي ذا. تخلي شغلك ليش؟ حرص شخصي. يا اخي يمكن يجرك. والله 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 يا اخي صبحك بخير. احس انه بيصير حذف يعني. ما ادري. صباح الخير يا اخو. صباح النور يا هلا. يا لا صباحك عسل. ورانا شغل، ورانا امور. احنا جينا الرياض من اجل الشغل. نعم نعم. تبيني افضح سام؟ اقول شيء انا لا ما اقدر. انتبه انت. لا تبي ليش؟